29 من شهر شعبان 1437 هجرية الموافق 5 من شهر يونيو 2016 التماسا لرؤية هلال شهر رمضان المبارك سنة 1437 هجرية، وقد ثبت شرعا رؤية الهلال هذه الليلة، فعليه يكون غدا الاثنين 6 من شهر يونيو 2016 هو أول شهر رمضان المبارك لسنة 1437 هجرية. وبهذه المناسبة المباركة يسر هيئة الرؤية الشرعية أن تتقدم لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء ولجميع المواطنين والمقيمين كافة والأمتين العربية والإسلامية بأصدق آيات التهنئة وأطيب التمنيات بحلول هذا الشهر الكريم، وندعو المولى جلت قدرته أن يجعل هذا الشهر خيرا وبركة على الجميع، وأن يتقبل صيامهم وصالح أعمالهم، ويعيد هذه المناسبة المباركة على وطننا العزيز بمزيد من التقدم والازدهار. المستشار يوسف جاسم المطاوعة رئيس المجلس الأعلى للقضاء، المستشار إسحاق حسين ملك الكندري وكيل محكمة التمييز، المستشار صالح رشيد الركدان وكيل محكمة التمييز، وكل عام وأنتم بخير.